هذا هو الغرب اليوم، حجر صحي وآخر اقتصادي. بورصات تتهاوى وخدمات في خبر كان، والاستثناء لنشاط المخابر من منها يظفر بصفقة القرن بالإعلان عن اكتشاف اللقاح أو الدواء الواقي أو الشافي من فيروس كورونا وبأي ثمن. وماذا عن إسقاطات هذا الثمن على المجتمعات الناشئة على أمنها الصحي قبل الغذائي؟ بالفعل هذه الأزمة الصحية العالمية أظهرت أهمية امتلاك صناعة صيدلانية قوية. في بلادنا الأدوية المعتمدة من اللجنة العلمية للرصد ومتابعة تطور وباء فيروس كورونا وهي هيدروكسيكلوروكين وأزيتروميسين مصنعة محليا من طرف منتجين وطنيين. كذلك هناك معدات وقاية من أقنعة وكمامات تصنع محليا، مما ساعدنا على تصدي للوباء في ظل الطلب العالمي الكبير على هذه المواد. الدرس اللي أخذناه من هذا الوباء، أخذنا درس كبير أنه لازم نشتغلوا بالمويان تاعنا، إمكانيات تاعنا. وهنا الصناعة الدوائية الجزائرية ساعدتنا كثير. كانت عندنا يعني الزهر اللي عندنا صناعة صيدلانية، كانت الهيدروكسي كلوروكين موجودة في الجزائر، الانتيبيوتيك مصنوع في الجزائر، لجل هيدروالكوليك مصنوع في الجزائر. ما كاش بلدان كثيرة اللي عندها هذه الأدوية الخاصة بالكورونا، كانت الحمد لله مصنوعة ومتوفرة. وقت كان صعيب جدا بالنسبة للشركة، لأنه كان لازم يعني يكون فيه رخص لكل العاملين والعاملات. يعني تبارك الله رانا تقريبا 1600 وما قدرناش نقصوا منهم، يعني وكان نقصوا منهم ما يرجيوش للشغل، عندها انعكاسات على المرضى يعني، والمنتوج ما يوصلش للمستشفى. الشيء اللي خلى يعني كل العاملين والعاملات والفنيين والتقنيين والإدارة، ويعني كانوا متجندين ليل النهار، خدمنا بالنهار وبالليل لحد الآن باش ما يكون فيه حتى نقص في المواد داخل المستشفيات الجزائرية. الصناعة المحلية دي أثبتت أن تلعب دور مهم جدا منذ بداية هذا الوباء تاع الكورونا، حيث أنه كل الدول تغلقت على نفسها، كل واحد يفضل بلده وشعبه في باش يوفر الأدوية. إذا رأينا في مرض الكوفيد 19 إضافة إلى الكونفينمون ميديكال، يعني الحجر الصحي، هناك حجر صناعي، يعني قامت كل الدول بإغلاق حدودها عن التصدير لأدويتها إلى الخارج، وكل دولة تقول شعبي شعبي. من جهة الأدوية، هل كاين الأدوية ولا المواد اللي كاينين، وهل تستخدم هذه في الجزائر الأدوية هذه؟ نقولوا باللي هنايا كاين في الأدوية اللي نستعملوا فيهم هنا، كاين أدوية كثيرة تنخدم في الجزائر. بار اكزومبل هنايا الهيدروكسيكلوروكين مخدومة عندنا، هنا يخدموها هنا عندنا الهيدروكسيكلوروكين، يستعملوا فيها هنا ضد في البروتوكول ضد الفيروس هذا، مستعملنا عندنا. زيتروماكس يعني مخدومة هنا في الجزائر، نستعملوا لوغمونتا ونستعملوا روكسيد نوتر يعني باش نداويو ليزانفيكسيون، لوكلافورون يعني نستعملهم، هذو راهم موجودين في الجزائر ويخدموهم هنا في الجزائر. فيتامين دي 3 باش نقوي يعني الدفاع تاع الصدر، داكور. الزنك فيتامين سي هذ مخدومين هنا عندنا، يعني يخدموهم تخدمهم صيدال ولا لي فيرم بريفيك. نعم، الظرف جد مناسب لعرض الحصيلة للتقييم. أين موقعنا في صناعة الناشئة كالصناعة الصيدلانية؟ أي إضافة لها في سوق للأدوية قيمتها تقارب الأربعة بلاير دولار؟ صناعة تديرها كفاءات جزائرية لأول مرة تستحدث لها، وزارة قائمة بذاتها في التعديل الحكومي الأخير. استحداث وزارة صناعة صيدلانية وتحويلها إلى قطاع بصفة كاملة بعدما كانت وزارة منتدبة، لدليل على الأهمية التي تليها الحكومة لهذا القطاع الاستراتيجي والذي يستدعي حوكمة خاصة.
تمكن الإنتاج المحلي من تغطية 52 من السوق الوطني للأدوية المقدر ب 3.8 مليار دولار تقريبا 4 مليار. هذا ونعمل رفقة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على التسريع في إتمام تسجيل الأدوية التي عرفت تأخرا ملحوظا في العام والشهور الأخيرة خاصة تلك المصنعة محليا. التسجيل تاع الدواء يقوم على أساس الملف ويقوم على أساس تحاليل مخبرية، لذلك الوكالة اللي ورثت المخبر الوطني للمواد الصيدلانية سابقا هو الآن تابع للوكالة ويقوم بالتحليلات الكافية للأدوية قبل ما توضع في السوق. إذا كان سجل الدواء وجدنا بأنه مطابق للملف نعطيه رخصة، نعطيه une décision d'enregistrement، يمكن يسوق. استثمارات لوحدات إنتاج عددها يقارب 100 مصنع للأدوية والمستلزمات الطبية موزع على 21 ولاية. انشغالها تجاوز عقبة العقار والاحتكار والتسجيل الأدوية، أهمها الانخراط في خطوط إنتاج للأدوية الحاملة للقيمة المضافة كأدوية السرطان، القلب، السكري والضغط الدموي. المستقبل هو أنه دوك نغطيو بعض الأدوية اللي تعتبر كأدوية يعني سبيسيفيك خاصة بيولوجيكية، مثلا البيوسيميلار، لي فاكسان، كل هذه الأمور هذه دوك لازم يكون فيه يعني إرادة، وإن شاء الله بمساندة الحكومة الجزائرية نمشيو دوك الخطوة الثانية أنه نعود هذه الأدوية مصنعة محليا. وحنا كمخبر الكندي عندنا خطة وعندنا مشاريع إن شاء الله باش في المستقبل نقدروا نطوروا ونروحوا في هذه الأدوية الجديدة. شركة أدوية الحكمة هي كانت من أوائل الشركات التي استثمرت في الجزائر، وذلك قبل أكثر من 20 سنة. اليوم نفتخر بأنه عنا أكثر أو عنا 4 مصانع اليوم خدامة في الجزائر تنتج مختلف أنواع الأدوية، وكان آخرها مصنع الأنكولوجي وهو المصنع المختص في إنتاج أدوية السرطان والتي تعطى عن طريق الفم. هذا هو المصنع الأول في الجزائر والذي إن شاء الله خلال أشهر قليلة سوف يباشر الخدمة بإطلاق أدوية من هذا النوع من الأمراض للسوق الجزائري. المستحضر اللي بنصنعه بنصنع الأوغمنتين، وهو مستحضر خاص لجي اس كي، هي المخترعة المستحضر. بنصنع كمان كلاموكس. أنواع الأدوية اللي عندنا بتتراوح ما بين سسبنشن، ما بين تابلت أكراس، وما بين ساشت. مصنعة 100% مستحضر محلي مصنوع تماما في الجزائر، بداية من المواد الخام الأولية والمواد الخام للتعبئة. بنصنع المستحضر وبنعمل له باكجينج وبنسوقه للماركت، فهو 100% مستحضر محلي. وعندنا هدف تطوير في 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 كل المجالات. أول مجال الأدوية اللي نعرفوها يعني بالنسبة لأداء السكري، أمراض القلب، وثالثين أمراض في السرطان. عندنا بالنسبة لهذا هذا يعني البروجي الجداد لي نوفو بروجي، في واحد يكون متخصص لدواء سرطان، هذا كثير مهم بالنسبة لنا وبالنسبة حتى لسياسة السياسة الوطنية للأدوية. لازم يكون الصيدلة هي أداء هذه السياسة الوطنية للأدوية. مع مخبر نوفو نورديسك، احنا مخبر نوفو نورديسك يعني ليدر مونديال دو ديابيت، دونك لوبجيكتيف سي دو بوفوار برودوير tout ce que nous sommes aujourd'hui en train d'importer du Danemark. Donc c'est l'objectif de Novo Nordisk en Algérie. Donc nous avons commencé avec la production des stylos, donc le device en Algérie, et nous avons l'ambition aussi de passer à la phase supérieure qui est la production aseptique en commun accord et en discussion avec le ministère de la Santé et les autorités locales, quoi. Donc l'ambition c'est de mettre à disposition du patient algérien le meilleur produit, la meilleure insuline au monde. نسبة الاندماج للمنتوج المصنوع في هذه الشركة، نمشيو يعني في المستلزمات الطبية تقريبا من المادة الخام اللي هي البلاستيك إلى المنتوج يعني النهائي. هذه النسبة هذه ما بين منتوج ومنتوج تفوت ما بين 70 إلى 80%.
وهذا بالنسبة لنا هذا نجاح كبير، لأنه توصلنا لهذا الحد منذ تقريبا 30 سنة. ما قدروش يعني الشيء اللي مطلوب منا، رانا رايحين للقدام، ويعني إلا كاين حلول تقنية باش نزيد ونرفعوا في نسبة الاندماج هذه رانا نعملوها. حاليا كل منتوجات مخابر ونفرات الرازس عددها أكثر من 100 منتوج، كلها مصنعة 100% في مخابرنا، ونمس كل أصناف من الأمراض، ريانيماسيون، كارديولوجي، أونكولوجي، أنتيبيوتيك أوسي، في الصنفين الحقن والمواد الجافة. وتطمح مخابرنا على المدى القصير إلى انتقال إلى مرحلة إنتاج المواد الأولية en matière première، وذلك لضمان استقلالية تامة في التصنيع الصيدلاني. تقوم مصالحنا بتوجيه الاستثمارات في القطاع نحو تصنيع المواد الصيدلانية ذات قيمة المضافة العالية، لا سيما تلك المستعملة لعلاج سرطان السكري وأمراض الدم. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأقسام العلاجية تستهلك ما يقارب مليار دولار سنويا. قمنا بهذا الصدد بعرض جملة من الإجراءات تخص إنتاج الأدوية المبتكرة ضمن مخطط عملنا على مجلس الوزراء لتطوير صناعتنا والتسريع في المشاريع قيد الإنجاز، مثل وحدات إنتاج أدوية السرطان والأنسولين. وحدات للصناعات الصيدلانية في حضور نوعي وعددي لكفاءات البحث والتطوير في كل شريدة وواردة في نوع الأدوية وجودتها، في كل إضافة لنسبة الاندماج في أدوية المستقبل، الأدوية المبتكرة. المستقبل القريب رفع نسبة التغذية بالأدوية المسجلة والمنتجة محلياً إلى 70% مع آفاق 2022. اليوم البيوتكنولوجيا راهي يعني الريبريزونت 20% تاع الاستهلاك العالمي، وراهي لا كرواسونس تاعها يعني راهي تكبر بصفه كبيره، وهي هي لو فيتور تاع المستقبل تاع كل الادويه. لهذا يعني الجزائر لازم تدخل في هذا المجال، وهذا المجال يتطلب يعني وقت ويتطلب شروط. لازم الجزائر تعمل الإطار القانوني تاعها، ولازم الجامعات تاعنا يعني تحتك بجامعات أخرى وبكفاءات أخرى باش هاد لا تكنولوجي نجيبوها يعني رابيدمون. ونحن كفرات الرزس، كمخابر فرات الرزس، يعني نقوم بتصنيع المواد الصيدلانية المطلوبة للسوق الجزائري أولا، ولكن هذا لا يستثني أن نقوم بتصنيع المواد الصيدلانية الجديدة المبتكرة، سيتادير لينوفاسيون فارماسيوتيك. فلهذا أنا تكلمت في السابق وقلت عندنا أولا الحقن، الحمد لله احنا الان نسوخ كل الحقن تاعنا عن طريق الصيدليه المركزيه للمستشفيات، وثانيا هناك الادويه البيوتكنولوجيا، وحنا السباقون ان شاء الله الاول مصنع في الجزائر لصنع مواد البيوتكنولوجيا. درنا بزاف لي موليكول، maintenant درنا jusqu'à 5 molécules pour l'hépatite C qui marche très bien. Oui, nous avons fait même la bioéquivalence. Nous avons étudié tous les paramètres et tout, et ça marche très très bien. Maintenant, ils sont commercialisés et alhamdoulilah, les malades sont soignés à l'hôpital Mustapha et tout. C'est des produits qui sont fabriqués ici et localement et qui marchent très très bien. Et maintenant, nous arrivons même à faire l'exportation, vu que c'est des produits qui sont très 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 performants. الجزائر قبل ما يكون هذه الادويه الجديده المطوره هذه يعني لا نوفيل تكنولوجي لا نوفيل فورم نتاع لي تريتمون دو ليباتيت سي كانت تكلف لهم المريض الواحد اكثر من 2.5 مليون دينار. اليوم هذا السعر هذا هبط ب 90%، معناتها العشر نتاع المكلف نتاعو، وزيد بالزياده ينقص من يكثر من الفعاليه، لانه حتى 100% يتعالج منه المريض اللي عنده مرض الكبدي، وزيد بالزياده ينقص من مده العلاج اللي كانت زمان 12 شهر، اليوم راهي في 3 شهور. يعني هذه حاجه كبيره جبناها الجزائر.
احنا نحكي لكم على الجزائر، لكن لازم نعرفوا انه في العالم، في امريكا مثلا، هذا العلاج يعني سعره اكثر من 84,000 دولار، في اوروبا 40,000 يورو. فرنسا قدرت مع الوقت تتفاوض مع المؤسسات هذوما، يعني المخبر الام هبطتها ل 28,000. معناتها اليوم في الجزائر الجزائري يقدر يتعالج احسن من الاوروبي. اليوم هناك مؤسسات صيدلانيه خاصه تملك هي الاخرى مخابر للبحث والتطوير، نذكر على سبيل المثال مصنع محلي قام بتطوير دواء جنيس لعلاج التهاب الكبد الفيروسي هيباتيت سي، مما مكننا من اقتصاد مصاريف بالعمله الصعبه. اليوم واكثر من اي وقت مضى نشجع البحث والتطوير كذلك عبر التجارب السريريه، يعني ليزيسي كلينيك، من اجل رفع النسبه الادماج والقيمه المضافه. التطوير لمجمع الصيدال هو من باب مرافقة الدولة باستثمارات نوعية لهذا الرائد في الصناعة الصيدلانية في بلادنا بوحداته التسع. البرنامج يستهدف العصرنة والتحديث للمخبر للتجهيزات وللتكوين على خطوط الإنتاج لهذا المجمع الممثل للقطاع العام والمشغل لأكثر من 3,000 عامل، خبرة 40 سنة في الإنتاج، في التطوير وفي التوزيع للأدوية. احنا فرحنا به ونشكر السلطات على هذا يعني الموقف وهذا الاتفاق. لازم داخليا بالنسبة للصيدل نعمل خطط استراتيجية. اول خطة هي توسيع في الإنتاج، والتوسيع مش في اي دواء، في إنتاج كما قلت لك في الاول دواء سبلي، هذه ثاني. ونتقرب اول شيء من كل هذا يعني استراتيجيه التسويق واستراتيجيه التجاريه لازم نشوف فيها عدة النظر، ولازم نجيبوا الكفاءات. كان فيه نقص بالنسبه لنا هذه في هذه في هذه في هذه الجهه، جبنا الكفاءات ورفع حتى الرفع بالنسبه للانتاج، وحتى البارتناريا يعني شراكه هدف أساسي عندنا اليوم. شراكة مهمة مع نوفو نورديسك بالنسبة للأنسولين، وبالنسبة لكل كل كل نوع من الأنسولين راه في التطوير، يعني في إنتاب أسي أفانسي. وعندنا حتى شراكة مع سانوفي دبليو بي اس، مع فايزر. كل هذا خلانا نكون ونحن الأولويين في لو ترانسفير تكنولوجي، في التحويل التكنولوجي. هذا بالنسبه للصيدل سي اون افانسي. انتاج صيدلاني جزائري 100%، الهدف وارد، الامكانيه موجوده والكفاءات جاهزه، وثقه الجزائريين به تزداد. ادويه في اقتصاد وبالعمله الصعبه ب 20% على الاقل في ميزانيه الصيدليه المركزيه للمستشفيات. صناعة صيدلانية جزائرية منافسة عند التصدير. نديروا كاع المجهود باش نقنعوا لو مالاد بلي سي لو ميم برودوي، ميم لي زيفي نفس النتيجة، نشرب هذا ولا هذا كيف هكذا. مي شنو نقولوا لهم بلي دوركاتيك على بالنا دوبوي كالكو زاني يا با دامبورتاسيون دو ميديكامون، تو سكي فابريكي في الجزائر، ميم لو برانساس اللي فابريك هنا، خاطر ميم لو لابوراتوار اترونجي اللي انستالي اون الجيري. نهضروا على لا نوموكلاتور الجيريان، بالك استغفر الله يا ربي، لا ما خفش نكذب 90-95% راهي ساتيسفي. كاين دي منتوجات يعني وطنيه صافا عليهم اقبال، والناس راهي تاخذ فيهم، وعندهم يعني انيفيكاسيتي ريماركابل. نحاولوا مام حنا يعني الصيادله رانا نحاولوا، كاين كلكو ميديكامون شغل الناس والفت يعني لابو كيما نقولوا حنا لو برينسابس المس لابوراتوار الاصلي، مي حنا رانا نقنعوا الناس، والناس راهي تدي يعني في الدواء كيما يقولوا الجانيس هذا لو جينيريك، وكاين فيه يعني فيه ريزولتا بيان سير. فرون لو ميديكامون كي مي بريسكري سور لوردونونس اللي محطوط في الوصفه هذاك هو اللي نحوس عليه. جوسكا لا الحمد لله يعني فاي دو بروبليم. الساعه تاعهم مقبول، كاين دي ميديكامون كي سون رومبورسابل، دونك الحمد لله فور لو مومون اون ساتيسفي. بلادي وثم بلادي. انا عشت في الماريكان، عشت في الالمان، عشت في فرنسا، هاو يعرفني الجميع. صافي دخلت واحد 10 ما عنديش بزاف، كنت في كندا، ما كاش كيما بلادنا.
انه الاعوام الاخيره اذا شفنا تطور الادويه ولا لو ديفلوبمون ميديكامون راه كل عام يجيك نوفو ميديكامون يستدل فيه تطور كبير. اذا لازم هذه الوزاره تعمل مع لي لابوراتوار دو ريشيرش باش تقدر تكون عندنا صناعه تاع الادويه خاصه بنا. احنا في الجزائر عندنا تجربه، عندنا بار اكزومبل لابوراتوار صيدال او اللي ذكره البروفيسور محمد، كان عنده يستدير اون بارتي كان يقدر يحقق توازن، مي هذا ما يكفيش، يلزمنا دائما نطوروا حتى نستطيعوا في الاخير نحميوا رواحنا. سي سا سو كون ابل لا سيكوريتي ولا الامن الصحي. اليوم رانا نصدروا في افريقيا، احنا عندنا عده طموحات، احنا كاين شركات جزائريه اليوم عندها تصريح باش تصدر لاوروبا. اليوم مع الكورونا تالي يعني كاين ان اوبورتونيتي للشركات الجزائريه باش يحطوا نفوسهم يعني كوم دي سيت الترناتيف للدول الاوروبيه. اليوم الدول الاوروبيه مع واش صرا في كورونا ما راهمش حابين يزيدوا يخدموا في بلدان بعيده كيما الهند والصين. الشيء اللي خلاها تروح للتصدير هو اولا مطابقتها للمعايير العالميه وخاصه المعايير للمستلزمات الطبيه. كما تعلمون ان المعايير هذه معايير اوروبيه، والشركه تحصلت على شهاده المنتوج الاوروبي اللي هي الماركاج سي او، وهذه الشهاده مكنتها تقتحم اسواق باوروبا بالدول العربيه بافريقيا وحتى اليابان. لازم نتبع نلبي حاجات السوق، والهدف الثالث هذا هو التصدير لبلدان افريقيا. عندنا تجربه خفيفه يعني صدرنا، بصح كي صدرنا ما كناش جاهزين بالنسبه للانتاج. الان رانا جاهزين يعني بالنسبه للاطارات، بالنسبه للانتاج، بالنسبه للنوعيه باش نروحوا، بالنسبه حتى لاستراتيجيه التصدير. احنا التصدير تاعنا رانا نصدروا في البلدان الاوروبيه لوروب دو ليست الشرقيه، وفي بلدان امريكا اللاتينيه، وحنا في حيز التسجيل في البلدان الافريقيه. Il faut valoriser le produit algérien à l'international. Il faut qu'il y ait un marketing export. لأن الأدوية الحساسة والأدوية المبتكرة ما كاش كثير اللي يصنعوها في المنطقة. فهذه راح تعطينا كمصنعين جزائريين ميزة مقارنة مع الشركات تاع المنطقة الأخرى، وهذه تخلينا نروحوا بقوة لهذه الأسواق الجوارية. صنفت الحكومة الجزائرية الصناعة الصيدلية كقطاع استراتيجي مولد الثروة في بلادنا. نعمل بهذا الصدد رفقة مصارح وزارة التجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية وكاد وكالة التعاون الدولي من أجل فتح أفاق التصدير لمنتجنا المحليين لا سيما نحو البلدان الإفريقية. تطوير الصناعة الصيدلانية وفق خطة بأهداف وتطلعات أساسها التنظيم، الشفافية والرقمنة، وهذا لتفادي كل تعطيل أو مقاومة بنية الاحتكار. نحن ندرك الرهانات والتحديات المتعلقة بقطاعنا وكذا العراقيل التي قد تواجهنا من قبل أطراف فاعلة وذات مصالح، ولكننا إن ضمننا إلى مشروع تطور اقتصادي قوي وشفاف في ظل الجزائر الجديدة. في الأفق أيضاً تقديرات الخبراء ترشح الجزائر لتصبح قطباً قارياً وجهوياً للصناعات الصيدلانية. فما هو قائم أو ما هو منتظر من استثمارات نوعية وشراكات مع كبرى المخابر العالمية ستعزز فرص التنويع والتصدير خارج عائدة النفط؟